واصلت قوات العمالقه هجومها العسكري على مواقع ميليشيات الحوثيين الانقلابيه جنوب مدينه الحديده من عده محاور بهدف انتزاع المدينه واستعاده الميناء. المركز الإعلامي للعمالقة أعلن سيطرة قواته على كلية الهندسة جنوب غربي المدينة خلال المعارك الدائرة، وأجبر الحوثيون على الانسحاب إلى الشوارع المحيطة. شرقي المدينة نفذت قوات العمالقة التفافا ناجحا خلف مطاحن البحر الأحمر عبر طريق ترابي. توغل العمالقة وفقا لمركزها الإعلامي جاء بعد سيطرتها على دوار يمن موبايل الرابط بين عدة شوارع رئيسية في المدينة. طيران التحالف العربي شن غارات جوية على آليات الحوثيين قبل وخلال المعارك الدائرة، واشترك طيران الأباتشي في الهجوم على مدينة الصالح مستهدفا عناصر الحوثيين. المصادر الميدانية تتحدث عن مقتل أكثر من 50 عنصرا حوثيا وجرح عشرات آخرين، فيما لم تعلن العمالقة عن خسائرها البشرية جراء الهجوم. ميليشيات الحوثيين أقدمت على قطع الاتصالات والإنترنت عن المدينة في خطوة قد تؤدي بحسب مراقبين لاستخدام المدنيين كدروع بشرية أو استخدام منازلهم ثكنات عسكرية ومتارس لقناصيها. تأثيرات المعركة في الشوارع الجنوبية لمدينة الحديدة وترجيح كفة العمالقة دفع بالعشرات من عناصر الميليشيات للانسحاب من بلدات الحديدة في بيت الفقيه والزبيب، خاصة من عناصر المتحوثين من سكان تهامة. ووفقا لمصادر ميدانية فإن انسحابهم جاء إثر هروب القيادات الحوثية المنتمية لصعدة وصنعاء. التحالف العربي والقوات المشتركة كانوا قد حددوا إجراءات معينة لمن يرغب من الحوثيين بالاستسلام، وحدد لهم طرقا وتنسيقا مخصصا لذلك.